في الأفلام السينمائية. شنو هذا السؤال؟ اذكر 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 عبارات غالبا ما تسمعها في قاعة محكمة. في الأفلام السينمائية لما يطلع عندنا مشهد قاعة محكمة نسمع عبارات كذا 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 بددا، من عبارات تردد في هذه المشاهد السينمائية في قاعة المحكمة؟ واحدة من عندهم شنو؟ حكم المحكمة، انه لما المحكمة تحكم على الشخص. حكمة المحكمة. نعم. اوكي خلينا نشوف حكم المحكمة اللي هو حكمة المحكمة. ها؟ صح، برافو. برافو، لكن هذا الاحتمال الرابع، يعني ما اجي اقوى احتمال. انت كبستي بالبداية واخذت الاحتمال الرابع، خلينا نشوف استاذ اكرم. دائما شنو؟ كلمة الشاهد تتكرر. ها؟ الشاهد. الشاهد؟ خلينا نشوف. الشاهد. نادي على الشاهد. برافو، الاحتمال الثالث نادي على الشاهد. الآن القرار بيدك، تنطيهم إياي هم اللي يجاوبون له وياكم. أسأل الجروب مالتي نشوف على السريع. يلا ننطيهم السؤال. لا والله. أي والله. يا يابا. أي والله. كرماء كرماء الأساتذة. تفضل سيد ديانا وتفضل أستاذ أكرم. يا حولوها. يا ولا يا ولا علينا. لا لا ديانا يمنع. لا لا محمد. أوكي أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، في الأفلام السينمائية هناك عبارات تردد غالبا ما نسمعها في قاعة محكمة، شو يقولون؟ حكمة المحكمة، نادي على الشاهد، ما أدري شنو بعد، شنو أكو؟ محامي المتهم. محامي؟ نعم. المتهم، خلينا نشوف محامي المتهم، خلينا نشوف.